السلام عليكم. ببالغ الحزن والأسى تلقى وزير الاتصال عمار بالحيمر نبأ وفاة الصحفي إلياس حار والذي وافته المنية اليوم بعد صراع طويل مع المرض. الراحل صحفي متخصص في الشؤون الاقتصادية وقضايا الطاقة، حيث عمل لفترة طويلة مع عدة جرائد يومية على غرار جريدتي المجاهد والوطن، كما اهتم وبانتظام منذ نهاية الثمانينيات بكتابة المقالات التحليلية والافتتاحيات، وتعاون مع عدة وسائل إعلام أجنبية بما في ذلك المجلة الشهرية الفرنسية، وكانت له عدة تدخلات عبر المناظرات الإذاعية عن طريق القناة الإذاعية الثالثة وقناة كانال الجيري للتلفزيون العمومي. هذا وأعلنت إذاعة تمن راسة اليوم عن وفاة الإعلامي والمخرج محمد الصالح بن بلال بعد معاناة طويلة مع المرض، رحمهم الله وأسكنهم فسيح جناته وألهم ذويهم الصبر والسلوان.